ازاي تنزل تطبيق الواتساب على الابل ووتش بتاعتك بفلوس وكمان ببلاش. انا احمد عطيه من توك تيك كلام تكنو. لو انت اول مره هنا اعمل سبسكرايب دلوقتي في القناه، والنهارده هقول لك بخطوات بسيطه ازاي تنزل تطبيق الواتساب على الابل ووتش او ساعه ابل اللي معاك بخطوات بسيطه جدا. اولا لازم تكونوا عارفين ان تطبيق الواتساب الرسمي لسه منزلش منه تطبيق رسمي على ساعة ابل او الابل ووتش، وكل التطبيقات اللي قالها لكم دلوقتي غير رسمية، ولكن بتقدر انها تخليك تفتح الواتساب من خلال الساعة وتستخدمه عادي جدا وكمان بمميزات كتير قوي. هقول لكم دلوقتي اشهر التطبيقات اللي انا استخدمتها وكانت فري، وفي منها المدفوع، وبصراحة التطبيقات الفري كانت افضل من المدفوع في حاجات معينة. اول تطبيق اسمه واتساب، مش واتساب، واتساب. هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، وهو تطبيق مجاني تقدر تحمله دلوقتي، وخطوات ان انت تشغل الواتساب بتاعك عليه سهلة جدا، وتقريبا دي الخطوات اللي هتعملها مع كل تطبيق واتساب تحمله للساعة. كل اللي عليك انك تحمل التطبيق من الايفون، وهتلاقي ظهر معاك في الساعة على طول. تفتح الاب من خلال الساعة، هيظهر لك على طول حاجة اسمها QR كود. بعدها تفتح تطبيق الواتساب من الايفون ومن خلال السيتنج، وبعد كده واتساب ويب اند ديسكتوب، هتلاقي بعدها حاجة اسمها سكان QR كود. بمجرد ان انت تسكان الكود هيحمل كل محادثاتك، وهتلاقي كل محادثاتك على الساعة زي الايفون بالظبط. تقدر من خلال التطبيق انك تشوف الرسائل، وكمان تقدر ترد عليها اما من خلال الفويس نوت او من خلال الكيبورد او التكست. وبكده بقى عندك تطبيق الواتساب على الساعة بتاعتك، تقدر تشوف الرسائل وتقدر ترد عليها. تطبيق الواتساب اللي قلت لكم عليه دلوقتي تطبيق هتلاقيه فري على الاب ستور. في تطبيق تاني انا شايفه مميز برضو اسمه دبليو شات. التطبيق ده هو مدفوع تقريبا ب$3، ولكن بيقدم مميزات كتير وزياده ممكن تكون مفيده ليك. طبعا تقدر تشتريه دلوقتي وتحمله وتسطبه زي خطوات تطبيق الواتساب اللي قلنا عليها من شويه. تطبيق دبليو شات بيقدم خواص ومزايا جديده، اولهم انه بيديك امكانيه انك تتحكم في حجم الفونت وشكل الرسائل، وكمان بيدي لك اوبشن للرد على الرسائل، منها انك ممكن تستخدم كيبورد دبليو شات او كيبورد تاني اسمه T9، وده اشبه بكتير بالكيبورد اللي كان موجود زمان في تليفونات نوكيا اللي كنا بنحبها. غير طبعا كيبورد فليك تايب، واللي هو التطبيق الاشهر للكيبورد على ساعة ابل. التطبيق ده مدفوع لكن بيستحق انك تشتريه فعلا، وانا قريب هعمل لكم فيديوهات شرح ازاي تستخدم التطبيق بسهولة جدا. دلوقتي انت عرفت ازاي تنزل تطبيقات تساعدك في استخدام الواتساب على ساعة ابل، لكن للأسف حسب التجربة مفيش ولا تطبيق من التطبيقات دي اقنعني على استخدام الواتساب من خلال الساعة. لازم شركة الواتساب نفسها او الفيسبوك، لان هو طبعا المالك للواتساب حاليا، ينزلوا تطبيق رسمي على الساعة، وساعتها هيكون افضل بكتير. جرب التطبيقات اللي قلت لك عليها، وهتلاقي لينكاتها تحت في الديسكريبشن. ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو لسه مش عامل. انا احمد عطيه من توك توك كلام تكنو. سلام.